أجدد بحضراتكم التحية مؤخرا. آخر فقرة معانا الفنان والمطرب الشاب المجتهد أحمد حسني. أحمد حسني زي ما قلت الحلقة اللي فاتت شرفني وكان موجود معايا، من ضمن ومن أهم مميزاته هي الاجتهاد. منورني يا أحمد وشرفنا كالعادة. ربنا يخليك يا دكتور. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. كالعادة بحب أقول لك أطرب الناس وسمعنا حاجة حلوة كده وشوف هتسمعنا إيه وتفضل. أنا هنسمع وننزل بدر إن شاء الله. تفضل زي البدر. تفضل. يا حياتي عايشة ليك، دنيا نورها نور عينيك، كل ثانية في عمري ليك يا حلم أنا بحلمه. الله عليك الله، يا جمال عينيك والله، يا حياتي جنبك وبك شايف أجمل حياة. الله عليك الله، انك خلاص معايا زي البدر وقتي تمام وقتي تمام وقتي تمام. ببعت لك من قلبي سلام ببعت لك من قلبي سلام. الدنيا خلاص احلى وديك، وانا قلبي اتحقق احلام. انت كل حاجه ليا، ملك بيك الدنيا دي، عارف اجمل حاجه فيا اني خلاص شايفك بعيني. يا اجمل هديه من ربي ليا، محتاجك معايا سنين الجاي. حب الكلمه حبيبي هقولها، يا اجمل اميره انت يا غاليه. مهما يعدي الوقت بينا، مهما تمر سنين عليك، هيفضل حبي باقي ليكي طول ما باقي الحياه فيا. زي البدر وقتي تمام وقتي تمام وقتي تمام. ببعت لك من قلبي سلام ببعت لك من قلبي سلام. الدنيا خلاص احلى وديك، وانا قلبي اتحقق احلام. انت كل حاجه ليا، ملك فيك الدنيا دي، عارف اجمل حاجه فيا اني خلاص شايفك بعيني. صوتك حلو، صوتك جميل، وانا اصلا يعني انا بكون بسرح بصوتك ده بصدق والله، انا مش بمدحك. ربنا ان الصوت نفسه هو صوت يعني نابع من الداخل، هو مش صوت مصطنع، ده صوت الطبيعي بتاعك. ربنا يزيدك والله. احمد زي ما قلت في البدايه انت مجتهد، وانا اعرف منك انك انت مجتهد، ولو مش مجتهد ما كنتش هتكون هنا. فعايز اعرف انت اجتهادك ده متمثل ازاي، يعني ايه التعب اللي تعبته، ايه السعي اللي انت فضلت تبذل مجهود فيه؟ انا طبعا زي ما سبق وقلت لحضرتك في الحلقه اللي فاتت ان انا من صغري بحب الغنى جدا. صحيح. ومتربي اصلا على الفن الزمن. صحيح. الجميل. صحيح. ويعني بدات من صغري في ايام الدراسه. صحيح. وبدات واحده واحده بقى، بقيت اغني في افراح شويه، اغني في فنادق شويه. وانت غنيت في فنادق قبل كده؟ اه غنيت. طيب غنيت في فنادق اغاني الزمن، الفن الزمن الجميل زي ايه؟ طيب نسمع ايه؟ زي ايه يعني؟ ممكن ام كلثوم وعبد الحليم. طيب نشغل حاجه من شغل احمد. بجدد التحيه بحضراتكم من جديد. زي ما شفتوا احمد مجتهد. احمد من هو صغير كان يروح يغني في فنادق، ومش صغير قوي يعني، هو شباب بس في الشباب الصغير كان يروح يغني في فنادق وبيجتهد. ودي الرساله اللي بحب اوصلها لكل الناس، اللي عايز يوصل لحلم معين لازم يجتهد علشان يوصل للحلم ده. وزي ما بقول السلوجان دايما بتاعي، احلم وخطط، اتعب وكافح وعافر، هتنجح وهتوصل وهتفرح. احمد عايز اسالك، مين المثل الاعلى ليك من المغنيين في الزمن القديم وفي الزمن الجديد دلوقتي؟ طبعا استاذي الفنان الراحل العندليب الاسمر، استاذ عبد الحليم حافظ طبعا. ده في الزمن القديم. انما حاليا
يعني انا بحب الفنان تامر حسني والفنان محمد حماقي والاستاذ الكبير عمرو دياب الهضبه. تمام اكيد. طيب بترتاح لمين يعني؟ انت مثلا ممكن تشغل اغاني مين تسمعها او بتتعلم من مين؟ والله وانا بحب اسمع الثلاثه جدا، يعني احساسهم جميل وصوتهم احلى بكتير. يعني ان شاء الله فتره من الفترات الزمنيه هتكون مكانهم وهتكون متربع على عرش المجد في الاغاني. ومعلش برضو فضل. الاستاذ ايهاب توفيق برضو انا بعشق صوته جدا. اكيد اكيد الاستاذ ايهاب توفيق الصوت الجميل الحنين بجد. طيب عايزين نختم بالاغنيه اللي انا بحبها، بحب نظراتك. يلا بينا. اتفضل عشان نختم بيها. يلا بينا. بحب نظراتك. تمام. حضراتكم احمد صوته حلو لان صوته نابع من الداخل وصوت غير مصطنع. للاسف الشديد الوقت الحلو انتهى بسرعه، انتهت حلقتنا وانتهى وقتنا. بشكر كل فريق العمل وعلى راسهم حبيبي واخويا المخرج المبدع والعالمي الاستاذ محمد عزت. اشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم طبيب الاسنان والاذهان. كان معكم علي حمدي. السلام عليكم.